السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. يتواصل النقاش في قاعات قصر المؤتمرات حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بحجم التغييرات الدستورية المنتظرة، وما إذا كانت ستمس بالمواد الجامدة في الدستور وحجم مساسها ببنية النظام السياسي فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس. دخل منتدى الديمقراطية والوحدة في جملة مشاورات من أجل بلورة خطة مواجهة ما يصفه بالحوار غير التوافقي، وتقول مصادر من داخل المنتدى إن خطته جاهزة وستتضمن أنشطة تعبوية للتعبير عن رفض الأجندة التي تهدد الاستقرار وتقويض ما تبقى من أسس المسار الديمقراطي في البلاد. نظم العشرات من عقدويي التعليم بموريتانيا وقفة احتجاجية بنواكشوط، مطالبين السلطات بتنفيذ الوعود التي سبق أن وعدوا بها والمتمثلة في ترسيمهم ودمجهم في الوظيفة العمومية من أجل الاستفادة من خبراتهم المهنية في وقت يعاني فيه قطاع التعليم من نقص في الكادر البشري. طلب مجموعة من حملة الشهادات العاطلين عن العمل بضرورة مراجعة معايير المشاركة في المسابقة التي أعلنت عنها المدرسة الوطنية للإدارة مؤخرا، خصوصا فيما يتعلق بالخبرة وكذا معادلة الشهادات. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، إلى اللقاء.